الصحة اليوم تسجيل 3733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد كوفيد-19 ليصبح الإجمالي 116021 حالة. وبينت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 2056 حالة تعافي، ولله الحمد ليصبح إجمالي المتعافين 80019 حالة. وتم الإعلان اليوم عن 38 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 857 حالة. كما أوضحت الوزارة كذلك في تقريرها اليومي أن الحالات النشطة بلغت 35145 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة إلى 1738 حالة. عبد العزيز، اليوم المملكة تسجل أعلى رقم منذ بداية أزمة فيروس كورونا من حيث الإصابات. للمزيد حول هذا الموضوع والعديد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور خالد بن محمد العمري، استشاري طب الأسرة والمجتمع. حياك الله يا دكتور خالد. حياكم الله وشكرا جزيلا للاستضافة. حياك الله دكتور خالد. لاحظنا خلال هذه الأيام زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حدثنا عن أسباب هذه الزيادة. حقيقة من الملاحظ مؤخرا أن هناك في ازدياد في عدد الإصابات المسجلة يوميا، ولعل هذا يعكس حقيقة ممكن عدم الالتزام بالنصائح والإرشادات للوقاية من انتشار فيروس كورونا. عدم الالتزام حقيقة من البعض، خلينا نقول سواء كان من الأشخاص المصابين أو من بقية أفراد المجتمع، هذا يكون السبب مباشر في ازدياد عدد الحالات. جميل. طيب دكتور خالد، يعني خلال الأيام الجاية بإذن الله هل تتوقع انحسار لهذه الأعداد وارتفاع أيضا لحالات التعافي؟ بإذن الله تعالى، خلينا نقول إذا كان هناك في التزام الآن، حقيقة المسؤولية تقع علينا جميعا إلى أن يكون هناك في التزام من الجميع بالتباعد الاجتماعي، ترك مسافة آمنة لا تقل عن مترين عن الأشخاص الآخرين، الالتزام بلبس الكمامة عند الخروج، عدم مصافحة الآخرين. يعني خلينا نقول الالتزام بهذه الإرشادات الأساسية بيكون لها دور كبير، وهذا اللي وضحه من كثير من الدراسات اللي عملت من الدول اللي حققت يعني نتائج وحصرت الفيروس، كان عن طريق الالتزام الكبير والالتزام الجاد من أفراد المجتمع. جميل. يعني جميل. أنا أحب حقيقة أن أزف بشارة يعني وتهنية، يعني لأن المملكة العربية السعودية تعتبر الآن من أكثر الدول أمانا في مواجهة فيروس كورونا. صحيح، ترتيب 17 عالميا، ترتيبها 17 لله الحمد، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الدعم الكامل يعني من حكومة سيدي خادم الحرمين ومن الجهود الكبيرة اللي تم عملها من قبل وزارة الصحة في الفترة الماضية. يتبقى مسؤولية كبيرة علينا نحن المجتمع حقيقة في المحافظة على هذا النجاح الذي وصلنا إليه الحمد في مواجهة هذه الجائحة، والالتزام من الجميع حقيقة بجميع النصائح والإرشادات والإجراءات الوقائية. دكتور خالد، يعني نقول أن تزايد الأعداد خلال هذه الفترة هو عدم التزام البعض بجميع الإجراءات الوقائية. بلا شك هذا انعكاس لعدم التزام البعض بالإجراءات الوقائية وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي أو حضور المناسبات وغيرها، هذا بلا شك هو السبب الرئيسي في انتشار مثل هذا الفيروس. طيب شكرا لك دكتور خالد على هذه المداخلة وعلى هذه الإيضاحات. وأنت دكتور خالد بن محمد العمري، استشاري طب الأسرة والمجتمع. إذن عبد العزيز، بين الدكتور أنه عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية